السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتنا احنا رانا في مخزن آث الثقة، وهنا يتم شحن السلع تاع الزباين تاعنا اللي يديروا عليهم لاكوموند. خوتنا كيما راكم تشوفوا هذا هو المخزن رقم 1 تاع محل الثقة، ومازال المخزن رقم 2. دوك شوية نروحوا نشوفوا خوتنا، هنا يتم شحن السلع تاع الزباين تاعنا كيما راكم تشوفوا خوتنا. خويا عبد وريلهم خوتنا العمال هنا كيما راكم تشوفوا راهم على قدم وساق. هنا يتم شحن كامل السلع تاع الزباين تاعنا، يديروا عليهم كوموند خاوتنا. وهذا هو المخزن، نضرب لكم يعني لمحه على المخزن تاع آث الثقة رقم 1. مخزن 1، فيما بعد نروحوا نضربوا داره في مخزن رقم 2 خاوتنا. هنا هذا المخزن خاص غير بالغرف النوم، خاص غير بالغرف النوم خاوتنا كما راكم تشوفوا. يعني كامل لي ستوك تاع شنابر تلقاوها هنا، تلقاو لي ستوك تاع شنابر كامل هنا خاوتنا. يعني لا شومبر كافيل، لا شومبر كامل، يعني اكثر من 20 موديل، اكثر من 20 موديل خويا عبدو بارك الله فيك. تعالي شوم خوتنا، خليكم مع هذه اللمحه الشابه ونعاودوا نولوا نتلاقاو في المخزن رقم 2. السلام عليكم خوتنا، عاودنا ولينا ليكم. هنا رانا في المخزن رقم 2 تاع محل آث الثقة. هنا خوتنا تلقاو لي صالون وتلقاو البريكول، يعني هذا المخزن خاص بلي صالون والبريكول كيما راكم تشوفوا. يعني كامل لي برودوي تاع لي صالون، كامل لي موديل تاع لي صالون والبريكول تلقاوه في هذا في هذا الشوروم خوتنا، عفوا في هذا المخزن كيما راكم تشوفوا. كذلك الناس اللي تدير طلبيه مثلا في الشوروم تاعنا اللي راهو ما راهوش بعيد على المخزن، يعني بعض الامتار يعني واحد 500 متر ولا على الشوروم تاع محل الثقه. مثلا كاين زبائن يجوا يديروا طلبيه تاع لي كولور، ولا يجوا يديروا طلبيه يشريوا من الشوروم، يقول لك انا على يومين نرفد لو صالون تاعي. احنا واش نديروا في الشوروم؟ نغلفوا لو صالون خوتنا كيما راكم تشوفوا ونحطوه للمخزن، نحطوه للمخزن وكيلحق الوقت تاعو اللي فريوه للزبون. كذلك كاين زبائن يجونا للشوروم يحوسوا على دي كولور، ما راهمش في الشوروم خوتنا وراهم في المخزن، واش نديروا؟ نحطوهم للمخزن يشوفوا بالعين المجرده. كذلك عندنا هنا خوتنا عندنا بلاصه هنا باش يشوف، يعني يشوف لو صالون تاعو يعني كانه في الصالون تاعو. شوفوا خوتنا خصصنا لكم هذه المساحه باش تشوفوا لو صالون تاعكم وكانه في المنزل، وكانه في البيت تاعكم خوتنا. تشوفوا بليكليراج درنا لكم الضو، نجيب لكم دي طابل نسيو لكم، كذلك نسيو لكم حتى لي طابل يخرجوا على لو صالون ولا لا كولور تاعكم، يعني تكونوا وكانكم داخل المنزل خويا عبدو. كذلك لو صالون كذلك المخزن خوتنا كيما راكم تشوفوا، هذه كاع السلع تاع الناس يعني راهي مستوكي. نغلفوها خوتنا كيما راكم تشوفوا، نغلفوها ونخبوها لمده معينه حتى يلحق الوقت تاعها ونسيرفيوها للزباين خوتنا. عفوا تبع معايا خويا، راك بعيد وانا نجي نجي لهم ورا. لا يا اخي تشرب، خليك من هذه، خليك من هذه معليش. كيما لا هذه باش ما يكتروش، ما يبقاش الفوق سنين ترى رايحين، انا نمشي فيك باش نطلع الفوق. معليش وكلنا كيما قلنا لكم خوتنا، هذه السلعه تاع الناس اللي دارت عليها طلبيه خوتنا، اللي دارت عليها طلبيه عفوا، نخبوها نستوكيوها هنا في المخزن تاعنا، ومن بعد كي يلحق الوقت تاعها نليفريوها للزبائن. خويا عبد الرزاق اروح نطلعوا للطابق الثاني. كذلك في هذا المخزن عندنا طابق الثاني خوتنا، والمخزن راهو كبير غير بالعقل خويا عبدو بالك تحني. هاو لكم المخزن خوتنا، يعني هنا رانا في الطابق الثاني، هنا رانا في الطابق الثاني. شوفوا البرودوي، شوفوا السلعه تاعكم كيفاش تتومبالا خوتنا، راكو تدوا نظره هذه عينه خوتنا. شوفوا السلعه تاعكم كيفاش تومبالا، شوفوا لي بيك كيفاش تومبالا، يعني السلعه تاعكم راهي في مأمن هنا في المخزن تاع آث الثقة، يعني عمال هنا راهم قايمين بها الله يبارك ربي يوفقهم. كذلك خوتنا في هذا المخزن تلقاو لي طابل، يعني تلقاو البريكول، تلقاو لي طاب صالون، تلقاو دي طاب صالون موجي، يعني كامل مغلفين صاير داير بسكوت كيما يقولوا خاوتنا ناس بليده حاجه الله يبارك. اروح نزيدو نوري لهم منا. شوفوا خاوتنا كذلك هنا عندنا ستوكاج تاع لي طابل تاع لي ميب شوسير، يعني كامل كامل يعني متعلق بالاثاث تلقاوه هنا في المخزن تاع آث الثقة. اروح نزيدو نوري لهم لي موديل تاع لي صالون خوتي، كاين دي موديل تاع لي صالون ماهوش في الشوروم، تلقاوهم غير هنا في المخزن تاع آث الثقة، كاين اللي ما لحقش الوقت باش نطلعوهم.
كاين اللي ما لحقش الوقت باش نطلعوهم خوتنا يعني تلقاوهم هنا. كاين دي فوا دي برودوي خويا عبدو يتباعوا هنا في يعني يتباعوا في المخزن وما يتباعش في شيروم. نعطيك مثال موديل جديد تاع صالون دخلنا هنا للمخزن وما طلعناش للشيروم. يجي زبون نقولوا له بلي عندنا موديل جديد تحب نوريه لك، نحبطوه من الشيروم حتى للمخزن يجي يشوفه هنا يديه بلا ما نطلعوه للشيروم. هكذا يعني كاين دي برودوي اللي يتباعوا هنا في المخزن. شوفوا خوتنا ستوكاج كيف راهو، يعني السلعه تاعكم راهي في مأمن هنا في محل ولا في مخزن تاع ثلاث ثقه. يعني كيما راكم تشوفوا بالعين المجرده هكذا باش تدوا نظره على المخزن تاع ثلاث ثقه. احنا ما بقى لنا غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ما تنساوش ثلاث ثقه جوده تستحق الثقه. سلام.